وقعت حلمة على الأرض، ومن شدة الوقعة دماغها اتفتحت وفقدت وعيها. الشاب قال: يا وجع مربربة، هتعمل ايه دلوك يا فجر؟ أنا هرميها بره في الشارع. طلع الشاب حلم بره البيت وخدها لبعيد جدا وسابها سايحة في دمها. ونروح عند خيري: جيب العواقب سليمة يا رب، حلم اتأخرت قوي. رد عليان وقال: عتلاقيها مع رعد يا أخوي، ما تجلكش كده، دي في يد أمينة. قلبي مش مطمن خالص يا عليان، مش مرتاح. دلوقتي نتصل على رعد ونشوف. ورن عليان على رعد: أيوة يا بوي، انتوا فين يا ولدي؟ عمك جلجان على بيته. واه، هي لسه ما عودتش؟ عتقول ايه يا ولدي، هي مش معاك؟ أنا بحسبها عودت يا بوي، تلاقيها دلوقتي مفهوم، ومش عايزة أشوف سحنتك غير لما تلاقي بنت عمك. وقفل الخط في وشه. لكن خيري كان خايف جدا وفضل يقول: انت فين يا حلم؟ اطمن يا اخوي، دلوك هترجع مع رعد. بنتي ضاعت يا عليان، دي ما تعرفش حاجة هنا، ان شاء الله رعد يلاقيها، ما تقلقش. رعد طلع يجري بعربيته زي المجنون. وبعدين وياك يا حلم، يا ترى روحتي فين؟ انا خجلان من نفسي لاني ما قدرتش اصون الامانة. كان رعد بيلوم في نفسه وزعلان جدا. يا رب استر يا رب. ونروح عند حلم. حلم فضلت تنزف وهي فقد الوعي ومرمية في الشارع. رعد وهو ماشي بعربيته شافها مرمية على الأرض، نزل بسرعة يجري عليها. واه، حلم فوقي يا حلم، فوقك ده عشان تعودي معاي، ما تخافيش أنا معاكي، قومي يلا. وشال رعد حلم ودخلها العربية وراح بيها على أقرب مستشفى ودخلها، وهو بيقول: الحقوها بسرعة، عتروح منينا. اتكلمت الممرضة وقالت: واه، شكله جرح عميق، اعملوا اي حاجة بالله عليكم. انت جوزها؟ لا، انا ولد عمها. اتكلمت الممرضة وقالت: دلوقتي الدكتور يجي يشوفها. فضل رعد يقول في نفسه: شفت حصل ايه يا رعد بسببك، بقى دي الامانة اللي امنها لك عمك. اتصل رعد على أبوه وقال له: لقيتها يا بوي، وهي دلوك في المستفشى. عتقول ايه يا ولدي؟ معرفش يا بوي، لقيتها على الأرض سايحة في دمها. احنا جايين حالا يا ولدي، حصل ايه الحلم يا عليان؟ في المستفشى يا أخوي، يلا بينا بسرعة. وبسرعة زي المجانين طاروا على المستشفى. ورعد كان قاعد حزين وخايف عليها جدا. يا رب قومها بالسلامة، دي كانت في مسؤوليتي. ورعد عمره ما كان مش كد المسؤولية. وجه عمه وأبوه: بنتي فين؟ حصل لها ايه؟ ما خبرش يا عمي، لقيتها في الشارع، بقى دي الأمانة يا ولد أخوي. اهدى يا خيرك، ده مال، دي بنتي يا عليان، ازاي هكون هادي؟ وفضلوا واقفين قدام أوضة الكشف لحد ما خرج الدكتور وقال لهم: حالتها كانت سيئة قوي، ودلوقتي يا دكتور حالتها ايه؟ الحمد لله قدرنا نوقف النزيف، وهي دلوقتي تحت الملاحظة، الجرح كان عميق. يعني هتقوم يا دكتور؟ آه إن شاء الله. ودخلوا كلهم يشوفوها ويطمنوا عليها. كده يا حلم، كده توقعي قلب أبوك عليكي بالشكل ده؟ ده أنا كنت هموت من الخوف، أنا مليش غيرك يا بنتي. بابا شفت كان هيحصل لي إيه يا بابا؟ اهدي يا بنتي دلوقتي وما تتكلميش في حاجة، أرجوك يا بابا مشيني من هنا، الناس اللي هنا وحشين قوي. اهدي يا بنتي وقوليلي بالراحة ايه اللي حصل. أنا فضلت مستنية رعد كتير قوي برا، وطلعت ونسيت تليفوني، ولما عدى وقت كتير قررت أمشي لوحدي وخلاص. لقيت بيت شبه البيت اللي احنا قاعدين فيه، خبطت وفتح لي شاب ضحك عليا وأكد لي إن هو بيت عمي، ودخلت. كان عايز يقتدي عليا يا بابا لولا اني وقعت على دماغي. وبعدها ما حسيتش بحاجة غير ورعد بيشيلني ويدخلني العربية. اتعصب رعد جدا وظهر عليه الغضب وسأل وقال: مين ده؟ اتكلمت حلم بتعب وقالت له: انت تسكت خالص، انت قلتلي استناك وانت ما كنتش قد كلامك، طالما مش قد كلامك ليه قلتلي استنى؟ أنا نسيت خالص حقك على راسي يا بنت عمي، أنا آسف وعجيب الكلب ده تحت رجلي. اتكلم عليان وقال لخيري: ما تزعلش منا يا أخوي،
اتكلم خيري وقال انت مالكش ذنب يا عليان. ودخل الدكتور تاني ومعاه طقم التمريض، وبعد ما اتأكد من سلامتها كتب لها على اذن خروج من المستشفى. ورجعت البيت كانت نايمة وصحيت على وجع دماغها، فضلت تعيط وتصرخ وسمعها رعد وجري عليها. ايه مالك يا بنت عمي؟ دماغي وجعاني قوي. اه يا دماغي. قلق رعد عليها جدا وجري بسرعة يجيب لها مسكن. كانت حلمي بتبصله باستغراب قد ايه هو حنين رغم قسوته اللي ظاهرة منه، وهو في جانب تاني اول مرة تشوفه دلوقتي. اتكلم رعد وقال كيفك دلوقتي؟ كويسة. انا اسف مرة تانية يا حلم. عادي يا رعد، مفيش حاجة خلاص. قوليلي شكله ايه الشاب ده؟ بدأت حلم تقوله على مواصفات الشاب وشكله. ما تجلجيش يا حلم، عيبقى تحت رجلك. شكرا يا ابن عمي. يلا ارتاحي دلوك ونامي. اتكلمت حلم بكسوف وقالت له انا جعانة قوي وكل الناس نايمين. اتكلم رعد وقال لها هنزل اسويلك واكل دلوك. ونزل رعد وجاب لها الاكل وطلع تاني. رعد قال الوكل وصل، اهلا وسهلا بي، نور والله. ضحك رعد، ويمكن دي كانت اول مرة يضحك فيها من ساعة ما شافته، وسرحت في ضحكته وقالت لنفسها شكله بريء قوي وهو بيضحك زي ضحكة الأطفال. افتحي خشمك. ايه هتعمل ايه؟ عوكلك. وفتحت حلم بقها وبدأ رعد يأكلها. ألف هنا، الله يهنيك، متشكرة قوي. طب يلا تصبحي على خير، ولو عوزتي حاجة ندمي عليا تلاقيني قدامك هوا. وسابها ودخل أوضته وهو بيقول لنفسه لو كان جرالها حاجة ما كنتش هسامح نفسي أبدا، لازم أجيب الحقير ده. وتاني يوم صحيت حلم ونزلت تحت. رعد أول ما صحي جري على أوضتها لكن ما لقاهاش. نزل ولقاها تحت قاعدة على السفرة. اتكلم خيري وقال إيه اللي نزلك يا حلم يا بنتي؟ كنت ارتاحي. لازم أروح المدرسة يا بابا وأشوف حور أحسن تقلق عليا. مين حور دي؟ عرفتها في المدرسة. اتكلم رعد وقال لو تعرف عنوانها أبعت أجيبها لك. آه هي قالت لي إنها ساكنة في البيت اللي جنب المدرسة. خلاص هتلاقيها عنديكي، ارتاحي أنت في الدار. حاضر. والله وشفت بنتي بتقول ماشي كده بكل سهولة، هي الضربة أثرت على عقلك ولا إيه يا بنتي؟ لا طبعا يا بابا، أنا حلم الشقية المجنونة. وقربت من باباها وبسته في خده. ابتسم رعد وطلب من الغفير أنه يروح يجيب حور، وبالفعل الغفير نفذ الأمر. وجات حور واتخضت جدا لما لقيت حلم دماغها ملفوفة. واه مالك يا خيتي؟ اللي حصل لي حكاية كبيرة يا بنتي. حس ليه بس؟ تعالي نطلع فوق واحكيلك. وجه رعد وقال حورة هي تفضلي في الدار. حور بصت له وسرحت فيه أباي عليه وعلى جماله. حلم ضربتها في إيدها وقالت لها بس يا بت، ده حلو جوي جوي يا حلم، طب يلا نطلع على فوق. وطلعوا الأوضة فوق. حلم كانت فرحانة بحور قوي، وفضل رعد يدور على الشاب لحد ما لقاه وخده على البدروم. راح رعد الحلم وقال لها تعالي معايا يا بنت عمي. على فين؟ يلا بس تعالي معايا. نزلت حلم معاه ودخل بيها عند الشاب، وأول ما حلم شافته صرخت وقالت هو ده يا رعد؟ أيوه هو ده. زعق رعد بكل قوته وقال اجده ترفع عينك على حريمنا وجعتك مربروة، ما كنتش خابر إنها تبعك، كيف ترفع عينك على أي حرمة في البلد؟ رعد ادى الحلم عصاية كبيرة وقال لها خدي حقك بيدك يا بنت عمي. اتوترت حلم جدا وقالت له ايه؟ اسمع الحديد. قربت حلم من الشاب وفضلت تضرب فيه على دماغه لحد ما بدأ ينزف. اتكلم رعد بغيظ وقال عشان تعرف تسيب حرمة في الشارع تنزف وكان ممكن تموت فيها. فضل الشاب يصرخ ويقول أنا آسف والله أنا آسف. آسف مش هسيبك إلا لما أقتلك. تقتل مين يا رعد؟ سيبه، أنت قاتل ولا إيه؟ عندنا اللي يهوب ناحية حرمة ينقتل. وفضل الشاب يصرخ. حلم قالت لرعد سيبه يا رعد أرجوك
علشان خاطر سيبه. ارجعي انت على اوضتك دلوك. لكن حلمي ما سمعتش الكلام وشدته بره البدروم. كفاية يا رعد بقى، قلت لك كفاية، هو اكيد كده اتربى. سيبينا بره دناري. بالله عليك يا رعد كفاية بقى. ماشي يا حلم. وطلعت حلم اوضتها وهي بتفكر في رعد. ده انسان غريب بصحيح، شوية هادي وشوية عصبي وشوية قتال قتلة. انا احترت معاه بجد، يا ترى هو مين فيهم، ابو قلب طيب ولا الانسان اللي كله جمود؟ شكله مريض نفسي والله. يا مامي انا خفت منه. وفضلت حلم تفكر فيه لحد ما راحت في النوم. يا رعد. نعم يا بوي. تعال عايزة اتحدث معاك. في حاجة ولا ايه يا بوي؟ خير يا ابني ما تجلكش كده. اتفضل يا بوي. انا خدت قرار مهم. ايه هو؟ انك تتجوز حلم. اتصدم رعد وقال ايه يا بوي؟ هتقول ايه؟ وبكده خلصت الحلقة دي. تفتكروا رعد ممكن يعمل ايه بعد ما سمع قرار ابوه؟ انتظروني الحلقة الجاية. دمتم في امان الله.